جماعة خبر رسمي من فينس مكمان رسميا هو بحسابه الرسمي بتويتر أعلن أنه خلاص في سن 77 سنة أعلن استقالته من WWE. تمام. المصيبة الكبيرة أنه ما راح تستلم WWE ستيفاني مكمان وبس، اللي راح يكون معاها هو نيك خان. فبالتالي الحين صار توني خان ضد نيك خان. ليش انا اقول انها مصيبة؟ ان ستيفاني ونيك خان راح يكونون كو سي اي او، يعني رؤساء مندمجين او ثنائي، يعني راح تكون ادارة ذات رئاسة ثنائية. في حال الادارة، اي ادارة في الدنيا، لصارت ثنائية الرئاسة القرارات في اي مؤسسة اي شركة في الدنيا ما راح تكون منسجمة 100%. بمعنى انه راح تستمر سيناريوهات WWE فيها اضطراب وغير مكتملة وغير منطقية، لانه راح تستمر الجدليات في بطن WWE الا في حال واحد بس، وانا اتصور ان هذا اللي راح يصير وراح يخلي WWE احسن شركة في التاريخ باستمرار، ان ستيفاني مكمان هي وتربل ايج، واتوقع هذا اللي بيصير، اللي يقضبون شغل الشركة في بطن الشركة. ونيك خان، في ناس يقولون شنو فائدة نيك خان وهذا شو اللي دخله في الصورة اساسا؟ نيك خان هذا هو اللي خلى WWE تكون ارباحها في السنة الماضية اكثر من كل ارباحها على مر تاريخها. يعني شركة WWE، عشان الناس تقدر شن هي WWE، WWE قديمة جدا وامتدادها يصل الى الخمسينات، انما كشركة شركة استقرت ووقفت على حيلها انها شركة شركة ففي الثمانينات. انما طريقة بزنس WWE انها تبتلع الشركات الصغيره، هذا في قديم الزمان، وكانت هي من كثر ما نجحت في اول رسلمانيا نجاح عظيم بس بالثمانينات اصبح اسم المصارعه ملتصق بال WWF ايام قبل كانت WWF، نفس ما صار باسم المشروبات الغازيه. الحين اقول لك المشروبات الغازيه على طول بيبسي، اقول لك المناديل على طول كلينكس او فاين، هالشركتين خلاص نفس الشيء، مشروبات غازيه بيبسي كوكا كولا، مشروبات طاقه ريد بول. اي شركه لما تنجح في اي مجال بحيث انها حول العالم تكون هي مرادف لكلمه يستخدمونها الناس كلهم، تكون هي كلمه موجوده في كل اللغات، فهذا نجاح عالمي حرفيا، نقش نجاحه في عقول الناس كلهم. الحين كل الناس لما ينكتون يقولون شنو هذا، حركة جون سينا، معناته ان المصارع جون سينا اللي هو صنيعة كاملة من WWE كشخصية ناجح نجاح عالمي، الا انه صار مرادف في عقول كل الناس في كل اللغات في كل الدول في كل القارات. يعني نجاح WWE نجاح مو بس على مستوى الامريكا، على العالم، والثمانينات والتسعينات وأول الألفين والألفين وعشرة والألفين وعشرين الحين. يعني WWE شركة أسطورية النجاح. هذه الشركة أسطورية النجاح بسنة واحدة اللي هي السنة اللي طافت ربحت ربح يعادل كل سنينها اللي طافت. شنو معناته؟ معناته شركة بالبزنس سوت شيء جديد وقوي. شنو هو هالشيء الجديد والقوي؟ شغل نيك خان وعقله المدبر بالبزنس، شبك ويا السعودية، خلى WWE شبابية أكثر وتكسر سوق الأطفال، كسر الأطفال دخلوا في أسواق WWE أكثر من قبل، وترى سوق الأطفال ترى شيء مهول. عموما عقلية نيك خان هي عقلية بزنس. نيك خان هو السبب
انك لما تشوف سماك داون ولا راه اللي مدته 3 ساعات تشوف كميه اعلانات جنونيه. ترى دبليو يدخل ارباح خرافيه بهالاعلانات. فلما مسك نيكان اداره الدبليو الماليه ربحها ربح اسطوري. فالدبليو ما يبونه يطلع ولا يحس انه هو مو قاعد يترقى ولا اي شيء يعني، ولا يحس باي خساره. فعلشان كذي الدبليو متمسكين بنيكان او نيك خان، هذا هو. فستيفاني ماكمان ان هي اللي مسكت الدبليو، فبشكل غير مباشر تربل اتش، بشكل غير مباشر تربل اتش. اذا تربل اتش مسك الدبليو راح يحقق احلام محبي المصارعه. التربل اتش اللي يعرف عقليه تربل اتش هو انسان يحب الانديز، يحب الشركات الصغيره اللي يركزون على المصارعه كرياضه، ما يحب يركز على الدراما بقدر ما يركز على المباراه نفسها. فايام عز الانكستي كانت لما تربل اتش هو اللي ماسك، بس لان الاي اي دبليو داينامايت كسرت الانكستي وهزمتهم، سحقت الانكستي وراها شرت كل مصارعينهم، فينس مكمان غضب على تربل اتش ودمر كل تصوره للانكستي وقلب الانكستي الى شكل مشابه للحضانه، كل الوان والعاب وهذا، تحس انه حضانه، تحس انه صارت حضانه. ليه؟ لان يبون يزيدون ارباحهم لسوق الاطفال. اي فهذا كل اللي قاعد يصير. هذه توقعاتي اللي هي كالاتي: احد الامرين، اما الدبليو راح تكون قصصها مضطربه نفس لما فين بالر انكسر عليه الحبل، انكسر عليه عمود الحبل وطاح بدون تفسير، واضح ان في احد اللي طيح الحبل عليه عمدا ما في اي تفسير منطقي، وخلوا شخصيه يعني شخصيه الديمل انه يخسر وهو عمره ما خسر. انت الحين سويت شيء عظيم على حساب شنو؟ بالله ماكو تفسير. فدبدبين بسبب اضطرابات الكتاب عندهم يكتبون قصة لجيت على نهايتها، تبي نهايتها، تبي تفسير، يتبخر كل شيء، يصير كأنه ما له أي قيمة. ما عندهم قصص طويلة المدى بخلاف الـ AEW اللي غالبتهم بهالشغلة. فالحين اللي بيصير حدا الأمرين، إما أنك كان هذا راح يتدخل في الكرياتيفيتي وهذا والكرياتيف رايتنجز، وهذا راح يخرب عليه على ستيفاني وتربل اتش يتدخل فيهم، ولا راح يقولهم لا يا جماعه انا بحط رجل على رجل وبخليكم انتم تشتغلون وخلوا البزنس الادارات الماليه والتنسيقات الماليه علي انا بس، انتم سووا اللي تسوون. اذا صار هذا الشيء فانا اقول لكم من الحين اعطيكم عمر للدبليو بتوقعي يعني ان راح تستمر 40 سنه قدام هي سيده عالم المصارعه، والاي اي دبليو راح تتعب. انتوا الحين متحمسين تحبون اي دبليو، راح تتعب، عطها 10 سنين بالكثير راح تتعب، راح تفج تنهار وراها دبليو، اما تشتريها او تعاملها مثل ما الحين تعامل الامباكت رسلينج التيني، يعاملونهم يعني يوزعون عليهم صدقات، يعني يقولون يلا جيبوا مصارع عندكم، عندنا روي رامبل الله شحالاتكم، سووا وثائقية خذوا منهم صور عادي، يعاملونهم شنهم جهال يعني مو خايفين منهم. فبما ان ستيفاني دخلت بالصورة بس 40 سنة الوضع بالتمام، 40 سنة قدام الوضع بالتمام. ستيفاني بالخمسينات 40 سنة يعني نقول لا 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 40 سنة لا 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 30 سنة اي اوكي 30 سنة تقديريا 30 سنة اي اي في اي وننطر في خلال هذه السنين يعني نشوف منو اللي بيدخل بالصورة بعد ستيفاني، هل هو احد من ابنائهم ولا شخص جديد مرة واحدة، الله اعلم. وانا تمنيت يعني لو يعطون الخيط والمخيط الصراحة حق بول هيمن،
شنو يقلبها اي سي دبليو. والله تدرون انتم شنو كان موقف شين مكمان من الون نايت ستاند مالت الاي سي دبليو؟ شنو الموقف ماله؟ شين مكمان كان قاعد يكلم فينس مكمان عن بوادر او بدايات الدب دبليو نتورك، فاقترح اقتراح كان عقلاني جدا. قال لي ابوه، قال له الاي سي دبليو اذا اعطيناهم عقد تلفزيوني، انا الحين بس بعطيكم مثال من ما عانوا منه الاداريين بسبب غباء فينس مكمان. هو لما كبر صار غبي رغم ان الناس الطبيعيه العكس. المهم قال احنا الحين راح نفتح ال WWE نتورك بقوه وراح نشتغل عليها بقوه، خلنا نخلي ال ECW ما تنشاف الا بالانترنت علشان تحافظ على تقييمها الخطير، وان ما يشوفونها الا الكبار الكبار بسبب شده العنف فيها والماتشور كونتنت. وكان هذا كقرار، احنا نتكلم بس بلغه اداره، وهذا هذا اللي راح يحافظ على اهتمام جمهور الاي سي دبليو الحقيقيين. بس لما خلوه الاي سي دبليو في شو اسمه ساي فاي نتورك، اضطروا انه يقللون الحده. وبالتالي حتى لو تلاحظ حطوا شعارهم موس وكذا علشان يوهمونك ان لا احنا لا نزال ايجي، لا نزال حادين يعني كذا وخرطي. لا لا ما جابوا ربع تاريخ الاي سي دبليو. فقرار ذكي مثل هذا مصيري، اما يحيي يعني ينعش الاي سي دبليو ولا يقتلها. دمر فينس مكمان. هذه الاختلالات الاداريه اللي انا خايف انها تصير بين نيك كان ويا ستيفاني مكمان. ولكن بكل بساطه لمحبي المصارعه، هذا الزمن هذه الفتره الان هي اكثر فتره فقاعات استفهام، واكثر فتره بالنسبه لمخي انا الحين احس مخي انه متكلم، اكثر خبر كهرب مخي في تاريخ حبي للمصارعه اكثر من 20 سنه. ما عمر خبر هزنا هز مثل هذا. فينس مكمان يترك المصارعه اللي من شبابه وهو كان في عالم المصارعة من قبل أن يدخل سن العشرين وهو في المصارعة، والحين 77 وترك المصارعة، يعني إذا بتكون دقيق أكثر من 50 سنة، أكثر من 50 سنة، لأنه هو الحين 77 سنة، أكثر من 50 سنة وهو في قلب عالم المصارعة وهو متسيد عرش المصارعة. ما في أحد أكبر منه منصب في تاريخ المصارعة كلها، ما في. واللي بيقولك لا هو اللي خرب بزنس المصارعة، شوف لو ما فينس مكمان وعقليته التسويقية والإعلامية بكل إيجابياته وسلبياته، والله العظيم كان ما شفت شيء مثل AEW TNA ولا WCW. لأن اللي صعد بزنس المصارعة إلى هذا الارتفاع ودخلها غصب في البوب كولتشر او في ثقافه الناس الترفيهيه، في الثقافه الترفيهيه للناس، ترى بس فينس مكمان. ولا دبليو دبليو كانت عباره عن رياضه يعني عايشينك انها رياضه وبس، ولكن اللي خلى فيها دراما، اللي خلى فيها سينمائيه، اللي خلى فيها نجوم، واللي يحرص انه يسمي المصارعين سوبر ستارز، يسميهم نجوم، اللي حرص على هذا الشيء هو فينس مكمان. هو لو ما فينس مكمان كان ابدا ما شفت المصارعه تدخل تطبيق الشاهد، وشفت انه اتكلم عن المصارعه. ما في احد، حتى ابوه ما قدر يوصل المصارعه الى هذه المواصيل. هو بالفعل اشتغل، وهو على فكره ايرلندي الاصل يعني كعروق يعني، والايرلنديين معروف عنهم انهم شغيله يعني، انهم ناس يشتغلون، ناس اهل مكده، ناس اهل عمل. وهو قضب شغل ابوه وطيره بالسماء. فبالختام انا متيقن ان لما هو قال انا وصلت 77 وخلاص اي ونت تو ريتاير، انا بستقيل،
وقال انه راح يتابع شغل المصارعة وهو بالبيت، يعني ما يجي لهم خير شر، صدقوني ترى ما استقال الا لان في كمية من البلاوي اللي هو وخر عنها وما يبي يعور الشركة، لان وجود شخصية مثله في الشركة الان، وهذا اكثر شيء يعور القلب، اصبح مدمر للشركة. يعني كل السنين اللي هو اشتغل فيها خدم الشركة وعالم المصارعة، الحين هو ما يقدر يستمر بسبب ثقافة المنع، الكانسل كولتشر، بسبب ثقافة تويتر، بسبب هذه الثقافة. يعني بالفعل جيل ما يستحق ان تتكرر له ذكريات الماضي، لان بيئة قبل ما كانت نفس الحين، انما الحين لا خلاص، الحين الناس تنبش وتعادي، تنبش وتعادي، تحفر وتعادي الى انها تخرب كل شيء وخلاص. بنس مكمان يعني استقال ولا في اي شعره براسه من التردد، واضح انه كان قرار هو اتخذه بعد اشهر طويله ومريره من التفكير. اوكي، نشوفكم على خير يا احبابي. السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسون الاشتراك والاعجاب ومشاركه الفيديو، الرابط